السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا، نورتوني وشرفتوني. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد إن شاء الله ينال إعجابكم. اليوم بغيت نحضر معكم الكسكس صفا، كسكس بتاع الأرز 100% طبيعي. كنت خديته من لو تذكروا مع من النساء من الجمعية النساء القرويات، بقاو معايا وفي نفس الوقت راني وجدت وجبه العشاء واقفه واقفه. يلا الكل على الحطب، بقاو معايا. دونك هنايا غادي نوجد الحطب، لان غادي ندير الكوانن كما سبق لي وذكرت. غادي ندير نشغل الكوانن الاثنين. واحد غدير الاول، غادي ندير عليه الاكله بتاع الغداء، والثاني غادي ندير عليه الاكله ديال وجبه العشاء. كما سبق لي وقلت لكم لازم يعجبني انا ملي نطيب الغداء نجي نحضر وجبه الغداء، نحضر معها وجبه العشاء في خطرة واحدة. دونك هنايا بعد ما شعلت النار على الكوان الاثنين، هذا غادي ندير فيه الكسكس السفة بتاع الأرز، وهنايا غادي كما قلت لكم غادي ندير وجبة العشاء إن شاء الله اللي هي الحريرة. كما تشوفوا هذا هو الكسكس ديال الارز، هذا هو لومبالاج ديالو، لان انا خويته هنايا فرغته هنايا قبل ما نوري لكم لومبالاج. هذا هو لومبالاج الكسكس ديال الارز اللي كنت خديت من ديك النساء الجمعيه ديال النساء القرويات لو تذكروا معايا. المهم انا درت انا القياس، درته كله، ماشي كله، ماشي كله ماشي كيلو كامل، وانما درت قياسنا. دابا غادي ان شاء الله غادي ندير له الزيت. هنا كما قلت لكم غادي ندهنوا بالزيت، غادي ندير واحد الكميه ديال زيت المائده. زيت المائده اطونسيون، ماشي زيت الزيتون. ونلبسوا هاد الحبيبات، نلبسوهم كلهم الكسكس الارز. صدقوني تتجي به هاد الصفه روعه، هي بلا مرق بلا ولا حاجه. غادي نلبسوا هاد الحبيبات كلهم يتلبسوا بالزيت المائده كومسا. ريت ما يغلي لنا الماء، احنا راني درت غير الميه في ديك القدره، وغادي نديروه يتفور. دونك هنا من بعد ما درت المي هنا، غادي في هذا المي غادي ندير واحد الكميه ديال الملح. كما سبق لي وقلت لكم باش ما ديك البخار الملحه ديك البخار ما يطلعش مسوس. ودهنت الكسيكس بالزيت باش ما يلصقناش الارز في الكسكس ديال الارز. هنايا غادي ندير القفال. انا عزيز عليا نشارك معكم جميع المراحل ديال الطبخ. باش ندير القفال باش ما يخرجش البخار. فوالا، دونك هنايا بعد ما بعد ما درت هذا القدر وننتظر ان البخار يطلع كثيف، غادي ندير معكم الحريره في هذا القدر. انا وجدت كل شيء هنايا، الحمص، اللحمه، البصل، القزبر، الكرافس والتوابل. انا وجدت كل شيء هنا، غادي ننزل التوابل سكين جبير الزنجبيل والفلفل الاسود، وغادي ننزل بالطماطم محكوكه ملحيه والملح بس.
وغادي نمرق. راني درت دابا كلشي فيه. انا يعجبني نطيب الغداء والعشاء في نفس الوقت باش في العشيه تنكون اليز. بركه غنغطي دابا القدر ديال الحريره ونخليها تطيب. دونك هنايا بعد ما هاد الماء صار البخار صار كثيف، غادي ننزل بالارز بالكسكس تاع الارز. هذا كما سبق لي وذكرت كسكس مفتول على اليد ديال الارز تاع الارز. صدقوني تيجي لذيذ. انا تيعجبني هكا صفى احسن من المرق. غادي نخليوه يتبخر ثلث ساعه يعني 20 دقيقه. كما شفتوا والبخار بدا يطلع كثيف لان النار لازم تكون قويه زي ما يقولوا هنا بالمغربي. النار الا ما وصلتش العواري العواري هما اليدين ديال البرمه ديال القدر. غادي نخليوه يتفور ثلث ساعه يعني 20 دقيقه ونطلقوه. هنايا بعد ما في انتظار الكسكس ديالنا يتبخر غادي نوجد النوى، خويت عليه الماء طايب الماء غليان. هذا اللوز عادي النوى سخون باش نحيدلو في السخون نحيدلو القشر وغادي نقليه. هادشي لي ديزي لي ديزي لي تزيين. دونك هنايا بعد ما تفور لي هاد الكسكس بتاع الارز صار البخار كثيف، غادي نحيدو. غادي نحيدو غادي نديرو هنايا فوق هاد فوق الزلافة. بعد ما حطيتو فوق هاد الزلافة غادي نشد. خديت الماء غليان غليان أقول غليان جدا جدا وغادي نصب على هاد الأرز هاد الكسكس تاع الأرز. غادي نخليه يشرب المية كلها غادي تنزل هنايا. ضروري هاد العملية ديال المية غليانة جدا جدا. كما ذكرت انا غادي نزيد له المية تاني. نخليو ديك المية تنزل في ديك الزلافة اللي انا حطيت تحت هانتوما تشوفوها. هو بدا تينزل هانتوما شوفو تينزل هنا سخون. وغادي نغطيه هاد الارز بمنديل زي كده وغادي نخليه واحد تقريبا واحد 10 دقائق بس. وهنايا الحريره هي طلعت فيها الغليه طيب على خاطرها وبهدوء. اذا هنايا بعد ما دازت واحد 10 دقائق هانتوما شوفوا الميه كلها نزلت اللي انا خويت عليها صبيت عليها هو سخون. غادي نخوي هاد المي سخون 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 اعوذ بالله من النار. بعدها غادي نصب هاد الكسكس هنا الكسكس تاع الأرز. شتيو لاستيوش ديال الزيت ملي تندهنو كسكاس بالزيت
ما تيلصقش الحبيبات ديال الكسكس فيه. هنا بعد ما صبيت صاوبته هنايا غادي نديرو بحال هكا بالمغرف، هانتوما شوفوا كيف تضاعف الحجم ديال الكسكس بتاع الارز. الان غادي نضيف الملح، كما قلت لكم هنا غادي نضيف الملح. الملح على حساب الذوق، الانسان يتحكم في الملح على حساب الذوق. غادي نضطر نستعمل يدي باش ندخل ديك المليحه في الشرطاب. دابا بقات له تفويره وحده ويكون ويصير واجد سخون. اعوذ بالله من النار، صدقوني تيجي لذيذ وصحي. بالنسبه للناس اللي الكسكس العادي يضرهم في المعده، في المعده ديالهم، هذا الكسكس ديال الارز تري 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 زيفاكاس زيفيكاس تري زيفيكاس لمولين المعده، يعني صحي سخون. عرفت شكون تيتسابق معايا؟ راه غير امي اللي جالسه حدايا وهي ما غاديش تسابق معايا وانا جو سوي بريسي توجور ما عرفتش علاش. المهم غادي نخليوه هنا يبرد شويه، ما غادي نزيدو له لا ماي ولا حاجه، نخليوه يشرب لان هو راه قرب يطيب. صافي تقريبا راه بقات له تفيره وحده وصافي ويصير جاهز معنا. دونك هنا بعد ما برد شويه الكسكس ديال الارز، غادي اخر المرحله غادي ندير شويه ديال زيت المائده. زيت المائده، تنأكد على زيت المائده ما مو زيت الزيتون. بالنسبه لهذا الكسكس ديال الارز زيت الزيتون لا، زيت المائده. انتم شوفوا كيفاش صار له الحجم ديالو تضاعف. وكذلك غادي ندهنوا هذا الكسكس بالزيت غير بشوي، ماشي نكثروا، انما غير باش ما يلصقش. الفوار ها هو راه بدا يطلع لنا في البريمه في القديره. وغادي ندير كميه، وغادي راه حتى ما يطلع البخار في الكميه الاولى، وبعدها نزيد الكميه الثانيه. غادي نردو دابا يتفور. صافي، وهاد الكميه ريتها ما يطلع البخار في الكميه الاولى، وغادي نضيف الكميه الثانيه. هانتوما لاحظوا كيفاش الحجم ديال الكسكس تاع الرز صار مضاعف، الحجم ديالو مضاعف لما صبينا عليه الميه غليانه. وهذه الحريره هي صايره طيب، ان شاء الله غير غادي يطيب الحمص وغادي ان شاء الله ندورها معكم. دونك هنايا بعد ما فر الفوره الثانيه ها هو صار جاهز وطايب عندنا الحمد لله. غادي نبردو شويه، انتم شوفوا كيفاش الحبه كيفاش صارت مفروزه. غادي نضيف شويه زبده، هذه الزبده البلدي. غادي نضيف شويه ديال السكر الثقيل، سكر كلاصي تنقولوا له سكر كلاصي، ما نقويوش منه لانه غادي ندير مكون اخر. كيما قلت درت الزبده هنايا بالزبده مع سكر ثقيل، وما كثروش لان غادي ندير واحد المكون هانتوما غادي تشوفوه سخون باش الزبده تلبس
دبس الحباسه ديال الكسكس ديال الارز، صدقوني تيجي لذيذ. اعوذ بالله من النار. انا ما قويتش السكر لانني غادي ندير هاد المكون، لان هنا غادي نوري لكم. عيد عليا هادشي. دونك المكون اللي قلت لكم غادي نضيف، غادي نضيف هاد الحليب المركز محلى. هادشي علاش ذكرت ان ما نقويوش السكر ثاني ذا يعني، ولا السكر حبيبات ولا السكر ثقيل. صدقوني راه تيجي لذيذ بهاد الحليب المركز. ديروا غير القياس، المهم حنا تنديروا حنا تندوقوا. نجيب طبق التقديم. هنايا بعد ما درتو في طبق التقديم بهذا الشكل هذا، خديت هاد اللوز من اول، لان طحنت، وغادي نزوقوا الجوانب. المهم كل واحد والذوق ديالو، كل واحد كيفاش يبغي يدير طبقة التقديم. غادي نستمر عليه بحال هكا ونتلاقاو باش ما يجينيش لا فيديو طويل. وفي الاخير هكا تجي السفه ديالنا على هذا الشكل هذا. في الاخير تنزوقوا بالشكل اللي حنا بغينا. للتذكير تنديروا هاد الخطوط هكا ديال هاد الحليب المركز. واللي ما مثلا الناس اللي عندهم السكري خلاص راه ما خصهمش يديروا كاع هاد السكر، يعني الحليب المركز. غير هو هاد الحليب المركز سبحان الله تيعطيه واحد التعليكه لذيذه. صافي نقدروا نزوقوا هكا، واحد يزوق كيف بغى. الدريساج الانسان يتحكم في الدريساج كيف ما بغى. صدقوني تيجي لذيذ هاد السفة د الرز، تجي لذيذة. صافي و تنحطو هدا في تزليف هاد اللوز في الوسط، اللي بغى يهز منها ويضيف حداها ماشي مشكل. طاح لي هنا السكر المركز. وحتى هنايا تنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، ونبيتي.